هوية بريس نحو إعلام هادف. لا هذا بعدا مؤسف نشكل بهالطريقة هذه أنهم يجوا معنا يعني يدلسوا. تبع هذا مسؤول حكومي تيقول لك أودي هاد الناس يجوا يدلسونا وحنا كاع ما نحقوا في الهوية ديالهم. علاش حنا غادي ندلسوا؟ هادو شكون هادو؟ مغاربة، هادو نساء ورجال التعليم. المفروض اليوم أن نجلسوا معاهم كأساتذة كتنسيقيات كفئات، والحكومة المغربية الآن راها تتجلس غير هذه واحد اليومين ربما راكش تبعتوا معنا واحد المراسلة ديال وزارة الصحة وجهاتها للتنسيقيات في قطاع الصحة وتطلبوا منهم عقد لقاء ومصيفطة للمجلس الوطني للتنسيقية. إذن هذا كذلك وتنقولوا راه سبق الوزير العدل أتحاور ووقع اتفاق مع التنسيقية. إذن ما علاش حنا علاش دابا تنبعدوا حنا الطريق لا ما نجلسش مع التنسيقيات يجيو مع النقابات ويدخلوا يعني بحال اللي كنا بحال اللي غنمشيو للعرس غادي معروض يلاه نديك معايا ندخلك العاد بن موسى راه عارض علينا ويلا دخل معانا. لا سيدي هادو ناس تيحتجوا عندهم مطالب واضحه الان كاين مشكل حقيقي كاين الملايين ديال التلامذ دابا هما حنا فعلا تنعيشوا ظروف استثنائيه وحتى التعامل خاص يكون تعامل استثنائي. راه حنا امام 7 او 8 مليون ديال التلامذ ما تيقراوش ما يمكنش حنا عندنا هذا المشكل اللي كاين وعندنا مشكل البكالوريا والشهاده ديالنا فعلا على المحك ونبداو نفكروا بالمنطق ديال الظروف العاديه ما نجلسش معاهم وكذا. خصنا الحكومه تشوف حلول طبعا وتمشي في اتجاه ديال التاويل الايجابي التاويل الديمقراطي التاويل الحداثي ديال الدستور. راه حنا الدستور المغربي ينص على المقاربه التشاركيه ينص على دوره الانصات والاستماع ولا يوجد قانون يمنع الحكومات تجلس مع التنسيقيات ولا مع اي فئه. اذا علاش حنا تنوضعوا هذه الخطوط الحمراء على مغاربه ومغربيات؟ لذلك انا نتمنى انه باش ممكن نوصلوا الحل والا دابا حنا عايشين مشكله حقيقيه. دابا الملايين ديال التلامذة ما تيقراوش وحنا مقبلين على الامتحانات الاشهاديه والمشكل البكالوريا وغيرها وغيرها. اذا وحتى من غير البكالوريا التلامذة هادو واش غيطلعوا المستويات راه هنا تيوقع المشكل ديال المستوى المتان. هوية بريس نحو إعلام هادف.